نبي الله موسى عليه السلام قوم في سرب بني إسرائيل يقع بلا مريا أي سودح ومركا ميرين شرين صوتنا وحي أهيد وحا أقولي شريعة دو دعيا سيداس أقولي هساة نبي الله موسى عليه السلام وحشات بدنا إساقو أرين تنو عاس مركا مسمين شرين ولذلك يا وحن شريعة دو دو حكوب بناني رقونا يسودح ميدان ويقع مركا مريا بلا مريا هساة شريعة دي نمركاسكو ما بنانا وشريعة دي نمركا ما أقولا هدي قفك حشوتك لقوا أيو وحشوت مركا قفك وإيسا سيقان حشوتك قف قاسوح نغني قف إيمان كيسي مركا ضعف وكل عاي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بإذن الله الكريم وبرنامج كيني تحناءها حلقات كينو قادنا إني كنا صاب سنة دعدوين راد كريباي ودنيا دا مركا رادوين كغتغي كنا يشي مركا وحوي رادين قفك مسلم كقلبي قيسة دعدوين كاسو إن بضانا وكم بداين كسو قادين كرني قرآن الكريم ك يا حديث النبي عليه الصلاة والسلام حلقتنا وحنا نقولها حلقة دي اللحاد مركا برنامج كنا مدروس لنا مركا تحناء وحمد الله الكريمات يكون صعب سنتي قصده نبي الله موسى عليه السلام والنبي إلهي سبحانه وتعالى بيدي سكم ذها هرنا وحنا قصوا عرقني أيا وحي يكون صعب سنتي معجزه إلهي سبحانه وتعالى وسيي ومعجزات كي نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام إلهي سيي كم ذا هساعة ما هم معجزه كل حصان قرآن كا ومعجزة حسن حديث النبي عليه الصلاة والسلام وحي الله سبحانه وتعالى بيدي سوسية معجزات فربضان أما معجزات كالاد الدوان تاسو السمد النقونا إسلام السمد أه إن النبي مركا لبا أيهين وددكم مركا يكون رميستان معجزات مركا سيلي مادين نبي الله موسى عليه السلام معجزات كالهي سيي وحكم إذا وحيال القرآن كإن بدن إلهي نوغو رمي وحكالو كم إذا معجزات حسن سنة النبي عليه الصلاة والسلام مركب معجزان ما أنت إنه تلمامي دونا حلقة دينا نيكون صعب سنتهاي وامد سنة النبي عليه الصلاة والسلام إنه كسر قاضني نبي الله موسى عليه السلام قوم كيس ربنا إسرائيل وحياة هاي مركب هذه شر أي ميران أيان قارها رجوا سلح ميران شرين عورات كودنا ميك لا استرين شرين صوتنا وحياة الشريعة دودة أيام مركب صدا وقوليد هساة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام هذا حشود بدنا إس استريد بدنانا وكحش هذا ولو مشروع بها النقطة إن لا يسكون لحمة إذا شيء شريعة وقش شريعة وقش هبا النقطة هبا النقطة هساعة وعيسى وكحش هذا أمرك ما يرنا أيه ميل مركا وحي قونية أيو تيجي شري وحنا دعى يس مركا نوتشركي سمركا أسطرته وهبا يرات مركا وح أوردي سكمة ذا أما تشركي سكمة ذا آنو موجين تين مكي رهب بنو إسرائيل وكو عرب لي رنا نبي الله موسى عليه السلام ويسويدين بدن نيم موسى وحنا مركا وحي لو أركي لا يشركي سمرون هذه أشياء مركا دتك سكون لحمة يرنا يا نمرك وعي ما يرنا يان isagu meel gaar ah ugu maydho sababta noocaas ay isweydiyeen waxa markay imaam bukhari uu wariyay saxiisa uu ku wariyay min xadiis abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu inuu nabi guri alayhi salatu wassalam maal maalmaha kamida ayaa nabiyullah muusa alayhi salam isagu oo maydhanaya ayaa waxa uu mariyihi dul dhigtay dhagax kamida dhagxaantii markay eeriyada ka dhaweeyd kadib markuu dul dhigtayna dhagaxii waa la cararay oo mariyuhu kala cararay nabiyullah muusa alayhi salatu wassalam horena waxaynu haynaa reer banu israayil yiraahda nabi muuse noogu dhaxmeeyay sababtu u diiday inuu noogu dhaxmeeyaa xanuun buu qabaa xanuunka barasta ayuu qabaa ama waa aadur xanuunka sheelada la yiraahdo ayaa ku dhacay ama aafa kale oo qarsanaya ayaa jirta hasa haddii si ilaahay u bari yeelo waxa dhacday dhagaxiinu nabiyullaahi muuse calayhi salaatu wasalaam mariyuhu kala cararo nabi muusena markaa uu daba cararay markaa dhagaxii isagoo markaa dhagaxu mariyahaygaysi dhagaxu mariyahaygaysi isagoo ku celcelinaya وليه مع ذلك نجحي علماء عررين جهة كله الجهاد الرهيب من إسرائيل كحجين يدك كبدني وتشوجا أي ولا عرري نبي موسى عليه الصلاة والسلام يدك حي سريان أيه أي رهيب لأنه ما كرهيب من إسرائيل مركز سلا صاق قال مدك مش وتشوجي سلا صاق قالي كده نبي الله موسى عليه السلام واحد عضين من كينا أركان شرك نبي الله موسى إلهنا سبحانه وتعالى وبرية لي وايد عضين مركز نبي موسى نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام يكون برية oo wixii lagu sheegay marka ka dhahiran oo haba yaraatay markaas aan lahayn hasaatay nabiyullaahi muusa alayhi salaam dhagaxii uu u caroday waxana dhacday inuu dhagaxii nabiyullaahi muusa marka uu leeyay ulu la dhacay isagoo marka waxay ka xanaaqsan waxa dhagaxaasi marka uu sameeyay ilaahayna subhaanahu wa ta'aala wuxuu yiri yaa ayyuhalladhiina aamanu laa takunu kalladhiina aadaw muusa fabaraahu allaahu mimma qaalu wa kaana 'inda allaahi wajiiha ilaahay subhaanahu wa ta'aala umada nabiga alayhi salaatu wasalaam سوى رب الله هذا لاية أي إله إنه يري وحنا نريدك مؤمنين تها نقننا سيدي وكوي لبي نبي الله موسى عليه السلام فبرأه الله مما قالوا إلهي سبحانه وتعالى وحا أكبري يري
وإلهي سبحانه وتعالى وكان الزهاي أو كبر كان نبي الله موسى وكبر يالي وحامر كاوحي أي كشاغان وحنو نبي الله موسى عليه السلام وها مد الله يكتيس مركا وجيه كا ومقعي مركا كرامة كل أيوه سياسة إلهي سبحانه وتعالى إنه قوار رمي مركا هالكا رنتي قصة داس والسيحين كمركا كسوغان در رنتي فوايدة دياد فربادن باكو جرتا فوايدة داسو مركا تو مركا حق أحكامتا إيا حق أخلاق دا لبدا بالي وحا مركا إنه قعد وحديثك إنه كقادن إنا أما قصة دا إنه كقادن إنا نبي الله موسى عليه السلام قوم كسرين بني إسرائيليوغا بلا مريا أي سودح ومركا ميرين شرين صوتنا وحي أهيد وحا أقوليد شريعة دودا أي سيداس أقوليد ومركا إنا نعورد مركا كلا أستوران ومركا أي وركود وها هساتي نبي الله موسى عليه السلام وحشوت بدنا إساقو أرين تنو عاسي مركا مسمين شرين مركا وحا ذلك إنو كقادن إني شرين وحيا لها قاركود وشرايع دو آني حرمين با وهذا إلهي سبحانه وتعالى وجعله مركين لقى حشاده وحشاد بقرها قف حشاده هان وقطعه ويحشاد كوحين أجن ويماه كم دي هاي وحول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حي ستير إلهي سبحانه وتعالى مركا حش كحشاد بدن وأسرتان بدن بأن إلهي سبحانه وتعالى أولي ومد وحنا مركا إلهي وحشاد بدن يي الدوم دي سنة إلهي سبحانه وتعالى وأسترى وحكول النبي عليه الصلاة والسلام سوى إيماه كور رما يحشاد كسيس كيهين أي نبي وحي الإيمان بضع والسبعون شعبة عليها قول لا إله إلا الله وأذناها إمات الأذى عن طريق الحياة وشعبة من الإيمان مركا حشوتكو وشعبة من الإيمان وأنا صفة من صفات الصالحين وصفة مركا كما يدادك الصالحين مركا صفاتك أي ليهين هذه قفك حشوتك لقوا آيو وحشوت مركا قفك وإيسا سيقان حشوتك قفك أسوحن وقني قف إيمان كيسي مركا ضعفي وكل عي وينبي عليه الصلاة والسلام وحرينا الإيمان والحياة قرنا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر رسولك عليه الصلاة والسلام حشوتك إيمانك والله يسأل راعيا هذه متكود ماشا لغا سارنا ككلنا وكب حايا ماشا وأخبار رعبنا بيقول لي عليه الصلاة والسلام مركا قفك مؤمنك بحال قدبون بحال قدبون إنه قدوف مركا حشوت بضان ووحي لها إنك حرما إنك حشون وحي لها إنك واجبي إنك حشون مركا وحي إنك تقيتان كود إنك حشون سوك لو حيالا دادك وإنك حشوتان ولو شرعان حرام بيانو نقوني أمر هذا مركا داوعايا قفكم مركا إنه كحشوده سيدوك لو حين هلا كقادنا قصة إنه كقادنا إنا ذلك جهاشة لبتودة لقما بدباده حتى إلهي أنبياء ديسي كما يبدبادين ودرك يستنمك أها مركا ريبان إسرائيل ونبي إلهي سبحانه وتعالى وصدر نبي الله موسى يقو أفلقا الدين أي وكو شيقا ينو مركا عيب الله إيهاي كو شيقا ينو مركا ينو عيب قرصنا أي ولذلك يا هدي أنبياء دي إلهي كبدبادي وين أمده دي عرب كودي كبد بادي وين ضدك الصالحين تأينا ضدك مركا عرب ضدك وكبد بادي يماها هساها توين السلاح إيا أي كالك تان مركا وحي وحل هودو والله قشد الله قرد أنت مركا وحي مركا جهل الجاهلين وحلا قرد أنت وين كالك تان الله كعبسك إيا حشوتك إيا صدوك للصبرك وحيا الله إنو كقاذن نوحا كمد إلهي سبحانه وتعالى وحو برية لقفك مركو برية لأيو كيف يشاء سي إلهي سبحانه وتعالى أربه لقى حكمين أن أغين أرد إنه أرده لقى حكمين أن أغين إنه عينه مركا دوله لقى حكمين أن أغين اللي يماده وحيالها نولها المركا دوية تشوغا مركا اللي يمادان هساءت إلهي سبحانه وتعالى بقضائه وقدره إلهي وحودنا لقى حاسي إنه السبب النقضه وحيالا إلهي نبي الله موسى وكبري إلهيه وحد عدد لقى حمرية ودول لكتي ونبي موسى مريه مركا وكلا عرري ونقل إن من كين مركا نبي قفل قادين عليه الصلاة والسلام وحيا الله إنك قادن حديث كان وحكم ذا وحقص قم بعلماء دون الحديث كان وحياله معجزة ذا أما آية ذا وإن توصى النبي الله موسى عليه السلام وحوي النبي نبديس مدي واحد أجا عرري أمريا كلا عرري وآية على مدى أمر كان نبوديس على مدى أمر كان النبي الله موسى إنه بريه وحكله قص قن أيضنا آية أمر كعبرة قص قن أما عواب حكم وحيا الله قص قن كم ذا النبي الله موسى عليه السلام لقي حوى أولي أمر كه حناقي قول مركا الليح أما الشان أما أفرا أي نبي الله موسى عليه السلام لقي حيوكو نفطي لقي حيدا نوو رادي وصلا مركا شركو رادو مركا وشا لقو نفطو أيو رادو بي وموحي نوغن لقي حيدا حانتا ماانتا لكي نو عدوية دا تالا هدي الله أولايه وشو كما موغطو هساعتي وشي وي كما موغطي ومركا برر أما علامات أما تشيحتان أي وشو أي شي أما نبر أي أي شي تاسنا وعلامات كدو سيسا معجزات كنبي الله موسى عليه السلام إلهي أسيي ولقي حيو أولايه وشيني راد وسميسي والرأيت كان ولا هذه شر ما وحي لها شر عسنا مركا لو قلنا فتوش أيشان إنه وش مركا نبي الرأيت كي أيوس ما يسمى مركا دقيحين وحي لها إنه كقادنا وحكم بدي الله سبحانه وتعالى أنبيا ديسو
وأكمل الناس خلقا وخلقا أنبياء إلهي سبحانه وتعالى صادرتي يا دنيا إلهي سبحانه وتعالى صادر يدك إن هنونيان وحاو صادر أنبياء أخلاق دون أي في عن تاي أبورك دون مركا أدو قروح بدن يهي ولذلك يا وحعيبة هبيرات إلهي سبحانه وتعالى أنبياء دي سمركا ميشان مركا نبي موسى وانا أخلاق وانا أكسنة وانا مركا نبي نبي الله موسى عليه السلام وانا مقال وانا أكسنة تاسنا وحي مركا علامة دي الصمد أيوتاي إلهي سبحانه وتعالى مركا أمانة ذا دين تفافين تيدا إن إلهي ضد مركا كمال مركا لما يستران إن إلهي سبحانه وتعالى ودور وهكذا لأنك قادنا نقفك بني آذن كي خاصة صاحب الوقار ضدك مركا هاد يجر دي قنان شها يحسلوني دم هاد يجر الصاحب كا إيه هاد يجر آنفض ديني وحدقا نكو دم مركا كم ذا إن في بعض الأوقات كل عضو وحيالا أن لقف لانين على سبيل المثال قفك إنه حناقه وقفك دقنا معالمك أها أما ألك عبسك بدنا إنه مر حناقه أو وحان لقف لانين مركا أو السمايه أما وحان لقف مركا سوغينين تاسين مركا ديانة دودة يرزانة دودة من مركا هوسو لقيس مركا اسمها نبي الله موسى عليه السلام لقي حوا أولي لقي حنا أولي انتال أولي وحاوية لقي حواك قادي ميسو وقفك وشي سمكا جتشويسة لكن نبي الله موسى عليه الصلاه والسلام عيل إيه على الدراد اي مركا دغه حول اي وشو لا دعي مركا تاسي واحد دعي كرت قفكه بني ادم كما قفكه مسلم كا اما قفكه مركا خيرك بدن ان كتوهمينو ان في بعض الاوقات اي كدعدو وحياله اي قفكه سنه وني ميسكدا اي اما مخو سمين كرا مخو سمينيا هسا هدا تاسينا مركا تو وحيله سر زاندودي اي مركا عقلي بد ما عقلي بدنانتودي اما ديانودي مركا ما دان شيغو شي معصيه انو سيدي سو هاين arimaha noocaasi marka arimo xiyeelaya maaha waa talabaade waxa nabiyullaahi muuse calayhi salaam waxaanu ku arinay quraanka kariimka inuu dhowr meelood arimaha noocaasi marka ay ka dhaceen oo markii qoladii ay caabuday markii dibiga oo kale nabiyullaahi muuse calayhi salaam arintii ka dhacday quraanka waa ku aragay inuu loo xil waxii uu tuuray tawraad ay ku qornay nabiyullaahi haaruna walaalkiina garka marka uu qabtay isagoo ku marka canaananaya inuu ka daba iman waayo ama inuu qoomki waxaanay sameynayaan markaas uu ka reebi waayo asaata imika waxa mudan inuu qofku aad u fuujignaado oo iska ilaaliyo waxyaala marka dhacdhaca ama waxyaala had iyo jeer dadku marka waxay ugu soo halqabsanayaan marka xumaan u leeyahay ama nuqsaan u leeyahay ay ka dhigayaan ala sin mid kale imika waxa iska badan in qofka kamarad laga duubo in la sawiro isagoo masiixu u qoslay ama masiixu wax u cunay ama afcaalan fiicnay sameeynaay inuu qofku marka aad waqtigan inuu joogno u taxadiro uga taxadiraan marka maadaama ay jiraan waxyaala fara badan oo waqtiyadii hore aan jirin oo technology oo soo kordhay qofka marka sawirkiisi ama xaaladii marka aan fiicnayn oo ku sugnaa oo tu la kaydinaya tu marka in badan marka jiraysa tud marka dadan goobta joogin marka u gudbinaysa marka gaarsiinaysa waxyaala inuu ka qaadanayna waxa ka mid ah shariicada tawraad waxay sidoo ahayd xilligi ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu soo dejiyay ilaa laga soo gaaray nabigeena maxamed ah alayhi salaatu wasalaam hasaatay ilaahay waa nasakhay oo shariica mansuuxa ay noqotay walidaalka ay waxaanu shariicadooda waxa ku banaaneyd ragu inay isku dhaxmaydaan oo iyaga marka mariya bila mariya hasaatay shariicadeena markaas kuma banaana oo shariicadeena markaa ma ogola waxaanu ka qaadanayna shariicada islaamku inaanay ogoleyn kashful cawraad inay cawraadka marka la muujiyo qofka cawradiisa marka dadka uu tuso ama ragaada marka dumar hada laakiin dadka mufsidiinta ee hada jir khayrku ku riyayay alu sharka ayaynu aragnaa in badan iyagoo cawraadkooda markaa muujinaya cawraadkooda markaa aan asturanaynin waxa kale inuu ka qaadanaynaa cawrada oo markaa waxa weyn la muujiyaa inay fi bacda lawqaad markaa banaanta il maslaxa maslaxa ahaan ayuu banaanta waxa ka mid ah tusaale ahaan ilmi yara marka la xalaalaynayo oo kale ma la gudayo oo kale waa banaantahay qofkii markii qalliin iyo wax la mida uu gelaayo qofka marka la daweynayo qofka marka la xaqaayo ee tusaale dhaqaa nimankii marka dadka culimada ahaa ee waxa weeyaan ay dhacaysay markaa qofkan inay eegaan marka nambarka uu isla gaaray inta uu leegyahay haddii nambarku meel cawraa uu ku yaalo ama qof dumaraba uu ku yaalo lima salaxayn la kashfiyo waya nabiyullaahi muuse calayhi salaam cawradiisa dadka indhahoodu inay ku dhacaan lima salaxa ida ayaa keensadoo cayidii iyo ceebayntii lagu hayay in laga daayo ayaa markaa sababtu ay ahayd ilaahay subxaanahu watacaala markaa waxyaalaha shariicadiisu ay fududaysay waxaa ka mid a qaacidada markaa isaal mashaqadu tajlibu taysiir mashaqada iyo culaysku wuxuu soo jiidaa markaa fudayd ayuu soo jiidaa marka hadday dhibi timaado oo culaysu yimaado waxyaalaha shariicadu ay noo fasaxday waxaa ka mid a qofka markaa cawradiisii ama meeshii cawraday in la eegi karo loo eegi karo markaa daweyn ahaan ama markaa loo eegi karo markaa waxa iyada la xaqaaya nabar ku dhacay waxaa muhiimaddu ay tahay baraka allahu fikum qisada nabiyullaahi muuse calayhi salaam dhagaxa maryaha kala cararday cibro ayaa runtii ku sugan xadiidkuna waa xadiis saxiix al-bukhaari ee ku jira
حلقة دين لحد ما أنت تزين كسف ميرينا. وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبالله التوفيق. واو أسبوع كيسو في عايز أحيان ما تكيش سماع ما شاء الله صحيح ما عزكش بصري واحد كوش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها